السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نتعلم كيف نرسم اللينكس في الايتابس. اللينكس اللي راح تخلي البيم ترتكز على عمود أو السلاب ترتكز على عمود. ليش؟ لأنه هذا الشيء طبعا كثير مهم، غير هيك بصير عندي فشل في ال أو القراءات راح تكون كلها خطأ بخطأ. بس قبل هيك بدنا، في عندي هون أنا كانت مشكلة إنه في عندي أنا بيمات مرسومة وكأنها كلهم. هاي المشكلة ما بتصطف كثير معك، هي بس صدفت لأنه عرض البيم كان زي عرض العمود فرسمه وكأنه هدم بيم. فعشان تحل هاي المشكلة هي بشكل بسيط. أول شي بتعرف مقطع. هسا إذا بتلاحظ قبل كل هذا بتلاحظ الأعمدة هاي، هذا وهذا 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 ما رسموا وكأنهم هدم بيم، رسموا وكأنهم كلهم عادي. ليش؟ إنه هذا عرضه 25 والهيدن بيم عرضه 20، فهذا لأنه عرضه 20 وهذا عرضه 20 وهذا عرضه 20 ارتسموا كأنه بيم، ارتسموا كأنه بيم. فعشان هيك أنا في عندي شغلة واللي هي بعمل select properties frame sections. إيش أنا السكشن اللي عندي فيه مشكلة؟ الهيدن بيم. أنا فعليا عندي كثير هيدن بيمز، فلو أروح على 3D فهو اختار كل هذول. في خيار لو تكبس كبس يمين show selected object only، فهذا بتلاحظ انه انا عندي كلهم بيمات ما عدا هذول اللي هون. هذول كلهم ايش؟ هذول كلهم كولوم. طلع كولوم. هسه كيف تحل هاي المشكلة؟ حلها بسيط، واللي هو اعمل define section property frame section. هذا الكولوم اعمل منه copy، يعني كل شيء نفس الخصائص، بس خلي هاي الميتين وخلي هاي الخمسمية، خلي هاي الخمسمية. اوكي، خلي اف سكشن واحد. هسا شو بتسوي؟ بتضلل هذول الاعمدة. هاي شوي اسكيب، اعمل اول ستوريز لانه انا بتعدل على كل الطوابق. اول ستوريز هايهم هذول، بتعمل اساين فريم section property السكشن اللي انا عرفته جديد. هسا ايش صار؟ صار وكانهم كلهم نفس المقطع هذاك، بس خلينا نغير اسمه ولا سي 50، خلينا نغير اسمه سي 50 كروس 20، انه هذا معناه انه بالعرض. هو المفروض هو عادي يقدر، والمفروض انه يزبط، كان ظابط بالاصل. خلل منه، خلل من البرمجية يعني، او خلل لانه انا قرات شوي الستوريز. هذا بتلاحظ هسه كل شيء تعدل. الناس لو بدي اجي اعمل select hidden beam، طلع لو بدي اعمل select hidden beam واعمل show selected object only، بتلاحظ انه البيمات هي اللي ظلت بيمات. البيمات طلع بطل عندي اعمدة ظاهرة، معناته انا هسه كل شيء عندي اعمدة. تمام، كل شيء عندي اعمدة، هوتيك بيمات، خلص كل شيء عندي بيمات والاعمدة هاي. فهاي المشكلة انحلت. نعمل سيف، اموري تمام. خلنا نشيل الاركيتكتشر بلان اوبجكت. اوكي، في هسه شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل لينكات، بدنا نعمل هسه شو اول اوبجكت. بدي اعمل لينكات. شو وظيفة اللينكات؟ بكل بساطة انا هسه البيم هذا على الجهة اليمين مرتكز على الجدار. تمام، هيو هاي دائما سنتر الجدار هو السنتر يعني، فهون هو مرتكز على سنتر الجدار، بس هون هو فعليا مش مرتكز على شيء. راح تقول لي مرتكز على بيم، طيب هذا البيم على شو مرتكز؟ على بيم. طيب هذا البيم على شو مرتكز؟ على بيم، على بيم، على بيم. طيب كل البيمات مرتكزة، طيب هون مرتكز على بيم، مرتكز على بيم. فعليا هاي كلها بيمات، بيمات مرتكزة على بعضها، وما فيش اصلا مرتكزات بالهواء بالنهاية. فهاي كيف بدي اخلي هذا البيم مرتكز هون على سبورت، وهون بدي اياه مرتكز على سبورت؟ يعني انا فعليا انا بدي هذا العمود، بدي هذا البيم هو فعليا لامس العمود. لما تعمل اكسترود فيو شيل هاي، لما تعمل اكسترود فيو، مش راضي يعمل اكسترود فيو، علق زي الفيديو الماضي، مش مشكلة عادي. تمام، علق زي الفيديو الماضي. الفكرة انه لامس العمود مثل ما شفتوا. فهسه الفكرة بدها تصير انه انا بدي اخلي هذا العمود وكأنه ايش؟ وكأنه سبورت. بقى في خيار عندي هون define section property link support property، بتعمل لهاي modify، بتعمل لهاي fix all، تأكد انها linear، بتعمل اوكي. اوكي، بعدين تيجي ترسم هون خيار الرسم اللينكات draw links. اللينكس بترسمه من سنتر العمود للإشي اللي انا بدي اياه يرتكز.
انا وين بدي ارتكز؟ بدي ارتكز هون مثلا. خلص هسه هذا البيم صار وكأنه مرتكس العمود. هذا سنتر العمود، لا بتهجن هذا سنتر العمود، هيو. بس ممكن مرات ما يلمسهاش بالضبط، بكون في خلل بالهاي، تشوف طلع مايله. فانت ممكن تعمل سناب اوبجكت، هاي صح عادي خلص، المهم انها تلمسها. ممكن تعمل انت ايش سناب اوبجكت وتفعل هذول الاربعه اللي بالزوايا هون. انت شو اسمه راح ترسم هذول طلع بشكل مستقيم بربندكولار. انا هيك اذا لمستها انا بدي اياه يلمس الهاي، بدي اياه يلمس البيم، انا بديش اياه يلمس شيء ثاني. تمام يلا بدنا نرسم هاي سنتر العمود، هاي سنتر العمود، بس ببين معنا اذا احنا راسمين هاي سنتر العمود. هيك لما انا عملت هيك وكأنه هاي سبان وهاي سبان. لو هاي ما عملتهاش لينك صار كأنه سمبل بيم، السبان تبعته الطويلة. يعني بدي كل سبان لحال. تمام هذا هيك، اعمل له لينكات واموره تمام. سيف هسه بدي اروح لك على الطابق مثلا الثاني هذا واعمل له هاي لينك، اعمل له هاي لينك. بس بدي اياك تعمل تشوف شغلة كثير مهمة، واللي هي انه هذا وهون مرتكزة هون. طب انا عملته هون عادي، بس انا بدي اياه على الزاوية زي هيك، انه هاي اللينك واصلة، يعني انه هاي السلاب مرتكزة عليهم الثنتين. هسه لو بدي اروح على 3D واروح على الجهة هاي اللي انا عملت لها لينك من هون، انا وين عملت اللينك هاي بالطابق هذا، خلينا اعمل رن. طبعا هو قاعد بعمل رن. لاحظت كيف شو الاشي الاختلاف اللي صار عندي. طلع لو بدي اعمل ستارت انيميشن، بس لما يخلص هذا العداد بصير اشي واضح. شوف كيف طلع. لاحظ انه هاي طاير بالهواء، هاي طاير بالهواء، هاي طاير بالهواء، هاي ما هي لامسة الجدار فمشان هيك ما بتتحرك كثير. بس لاحظ اللي انا رسمت لها لينك مش قاعدة بتوقع زي هذلاك، فبالتالي انا لازم ارسم لينك، لازم ارسم لينك عند السبورتات. هيك صارت السلاب وكانها مرتكزة على العمود هذا، هي بالاصل ما كانت مرتكزة على العمود، هي الرسمة تبين لك انها مرتكزة على العمود بس هي مش مرتكزة. فنعمل ستوب، نشيل الرن ونروح وين بدنا نرسم لينكات لكل الطوابق. بس الطابق الثاني اموره تمام، الطابق اللي فوق هسه طبعا ما فيش خيارني ارسم اول ستورز للاسف، تضطر ارسمهم وحده وحده في كل الطوابق. بعرفش المهم شان هيك المفروض انه انت شو تعمل، ترسم الطابق بتعمل له ريبليكيت تمام، تعمل له ريبليكيت وبعدين بتصير تعمل تعديل للجزء. يعني مش انت زي ما انا رسمت طابق، المفروض انا مسكت الطابق خلصت كل شغلي عليه والاحمال وكل اشي، بعدين عملت تعديل، بعدين عملت شو اسمه وعملت له 10 طوابق مثلا وبعدين كل واحد عدلت عليه. بس الرسم على توكات اسهل من الرسم على الايتابس، يعني عشان هيك اضطريت اعمل على الايتابس. عندي هاي يلمس البيم، اهم شي يلمس البيم، سنتر العمود لازم يلمس البيم باي نقطة بفرقش. انا مش راح تفرق الواحد من اللي بالتحليل الانشائي. هاي سنتر العمود، هاي سنتر العمود. طب راح تسألني ليش ما انت من الاصل ما رسمتش البيمات على سنة الأعمدة؟ بقول لك يمكن انا حر، انا بدي هيك مثلا، انا حر بدي ارسم البيمات بهذا المكان لغايات تعليمية مثلا.
لو بدي احطه هون مش ثابت معي عادي، خلاص وصله هون، بدي اياه مرتكز، اهم شي البي مرتكز. هذا العمود بدي اياه ركيزة للبيم، عليها وصلت. هذا الجدار خلاص مش مشكلة، الجدار سيف. الطابق اللي بعده جراوند فلور، خلينا نجرب اعمل سيميلر ريستوري على امل تزبط. اذا زبطت بتوفر وقت كثير ترى. نشوف، شايف ما رسمت، فاس راح ارسم الطابق هذا، الطابق الثانية خلص يعني تم راح اعملها لحالي مشان اقصر وقت الفيديو. المهم فكرة كيف ترسم لينك وشو وظيفة اللينك ورجيتها ورجيتكم اياها بعينكم، كثير مهم اللينكات هاي، يعني هي اساس النمذجة عندي، بحيث انه البيمات وتصير وكانها مرتكزة على سبورتات، بحيث يقلل يصير المومنت قليل، بحيث يصير المومنت قليل. طبعا هي انا بالعادة ما بعملهم ميلات زي ما بعمل انا هون، بس انا عشان اضمن انها لامس البيم بس، يعني انا لو عملت هيك بضمنش انها لامس البيم الا لو حطي تو بي جوينت. عشان اضمن انه كمان العمود هذا انه هاي مرتكزة على العمود، البيم هذا مرتكز على العمود هذا مش على البيم، خليته هيك. هذا مش خطأ اللي انا عملته، يعني بالنهاية ارتكاز. هاي المنطقة اللي بالزاوية اللي ورجيتكم تفسيرها، هاي العمود هاي البيم، هون مرتكز على الجدار مش مشكلة. نرسم هذا، تنتر العمود البيم، اقولك ها خلص هيك انا رسمتهم كلهم. هسه الطابق اللي فوق راح ارسمه نفسه. في خيار ثاني احسن، في خيار ثاني احسن، راح تسألني شو هو؟ مش هسه الجراوند فلور هو نفس الطوابق اللي فوق، راح تحكي لي اه، بقولك تمام اعمل هاي ون ستوري. الطوابق اللي فوق اللي هي ها، اعمل edit edit story data هاي. طب انا عارف انه الطابق هذا والطابق هذا، شو انا عارف انه الطابق هذا والطابق هذا كده، ما select الطابق هذا نفس اللي تحته نفس اللي تحته، طب ليش ما احذفه؟ ليش ما احذفه؟ راح تقول لي شو عملت؟ طيب ليش حذفت الطوابق؟ بقول لك عادي مش انا حذفتهم، مش انا اعمل لينكات. طيب هسه اعمل ايش؟ هذا الجراوند فلور، الجراوند فلور بيشبه هذاك، اعمل اديت اد ستوري جريد سيستم، اعمل اد ستوري، ضيف لي ثلاث طوابق كلهم خصائصهم زي خصائص جراوند فلور. اوكي هذا فيرست فلور، وهذا سكند فلور، وهذا ثيرد فلور، وهذا ماستر ستوري، هذول مش ماستر ستوري، وهذول كلهم بيشبهوا الجراوند. اوكي اوكي هسه شوف، شوف طوابق مرسوم لها لينكات، وفرت وقت كثير. انا كثير وفرت وقت، طوابق كلها مرسوم لها لينكات. هسه تروح 3D تعمل شوف، شوف كيف اللينكات مرسومة، ما كانتش مرسومة بالأصل. هسه لو تعمل رن
يعني انا وفرت حي، ما انا عارف الطابق الارضي والاول والثاني والثالث هم نفس الاشي، طب ليش ما اعملهم ريبليكات وريح راسي؟ فهو قاعد بيعمل رن عشان نشوف شو بده يصير عندي. تمام، هسه لو تعمل ايش ستارت انيميشن، لاحظ المنطقة عليها ديفليكشن كثير عالي لانه ما عندي اعمدة هون، هاي بيمات بتكسع بعضها، فالديفليكشن بهالمنطقة كثير عادي عالي، وهون اصلا صار بالسيف في مشكلة اذا بتتذكروا، كان الديفليكشن هون على منطقة فيها ديفليكشن. صلحت كيف هسه السلابات ما فيها مشاكل، طلعت بتنزل بشكل، تنزل بشكل طبيعي، هذا الشكل اللي هون مش مشكلة معينة يعني، لا هو هيك أصلا بنزل وبيطلع، هاي كانتليفر كثير عالي، هاي كانتليفر كثير عالي. بس خلينا نشوف من الجهة الثانية، لاحظ انه ما عندي مشاكل، هذيك المشكلة هناك مشكلة الكانتليفر، ما هناك احنا حاطين حديد اضافي اصلا اذا بتتذكروا. اذا حسيت انه اي مشكلة عاد تقدر تعمل لينك، بس لا ما هي هيك المبنى كانتليفر برندا، هاي شوف هون الجهة هاي ثبتت، هاي الجهة ثابتة، كل شي ثابتة، هيك الموديل اموره 100%. هيك انا عملت تحقق للموديل انه الموديل عندي انا رسمه صح. في تحقق ثاني، التحقق الثاني ايش هو؟ راح تحكي لي طيب، بكل بساطة في هون خيار analysis فيتشك موديل، تعمل select all ما عدا هاي، هيك انت بتعمل تشيك للموديل اذا عندك في اخطاء معينة او لا. فاذا طلعت لك هاي الرسالة معناها انت الموديل تبعك 100%. طبعا هاي بتعملها متى؟ قبل ما تعمل run، يعني هاي الخطوة قبل الاخيرة، بس انا سبقت عليها عشان اتأكد من رسمي، هيك انا بتأكد انه انا راسم صح. طب افرض كان في مشاكل، كون كتب لك مثلا كذا بي 33 اف 1 تو كلوز، راح تمر عليك رساله زي هيك متاكد، انت بتكون مثلا راسم البيم من الايتابس نفسه، فبتلاقي البيم مش لامس حفه السلاب، بكون كثير كثير قريب منها. فكيف هاي تحلها؟ هسه في خيار انه السيف يحلها الايتابس قصدي، في خيار ثاني انه انت تكون راسم من الاوتوكاد زي ما انا عملت. لاحظ لما رسمت كل شيء من الاوتوكاد كثير ارتحت. هسه اخر خطوه واللي هي انا هيك رسمت الموديل كامل تمام، بس ما حطيت الاحمال لسه، على فرض اني بدي احط الاحمال. طب انا بدي اصمم السلابات، احنا وين بنصمم السلابات؟ راح تقول لي مصممها على السيف، بقول لك تمام. طيب انا كيف بدي اودي هذا على السيف؟ بقول لك اه تمام، ها سكند بيز ما صممناه على السيف تذكره، اه كل بقول لك فايل اكسبورت، بقول لك ستوري از سيف. هسا المفروض لما توديه على السيف تكون عامل رن مثلا، تمام تكون عامل رن، اذا ناوي تعمل رن بتكش تعمل رن عادي. هيك انا عملت ايش؟ export floor load only، وبعمل الكيسز اللي بدي اياهم والكومبينيشن اللي بدي اياهم. اوكي راح اقول لك وين بدك تودي، وين حاب تودي، بقول لك والله على المكان ما انا مصور يوتيوب سيف مثلا، هذا ايش اسمه مثلا يوتيوب تيست، بسميلك يا يوتيوب تيست. اوكي هيك شو عملت، انا وديت الطابق هذا خلص سيف اموره تمام، بس احنا لسه ما كملنا، راح نعمل الساين لود السوالف هاي. نروح هسه على السيف، وتعمل مال ايش بورد سيف F2K، بتروح وين؟ هذا يوتيوب تيست شايفه، هذا اللي احنا عملناه هسا. اوكي شوف عمل لك الموديل زي ما هو، في هون خطوط، هاي الخطوط اللي هي عادي اشياء زيادة يعني لو تكبس عليها عادي ايرور معين عادي بنشيها شيله، اي اشي بتحسه ما كانش موجود هو ايرور. لاحظ هذا الطابق هو كامل زي ما هو. هسه شو بتعمل؟ بس تعمل عدة تشيكات. شو هي الماتيريالز مثلا؟ ماتيريالز بطل اسمهم كذا، صار اسمها ماتيريال 1. ماتيريال 1 عبارة عن شو هي؟ اللي هي فعليا سي 30 تمام. ماتيريال 2 شو هي؟ اف واي
420. اوكي طيب ماتيريال 3 شو هاي؟ اف واي 280. اوكي طيب شو ماتيريال 4 وماتيريال 5؟ هذول اللي كانوا اصلا موجودين هناك، تقدر تحذفهم تقدر ما تحذفهم مش عادي، اللي كانوا افتراضيات. تمام شوفي عندي كمان سلاب بروبرتي، هاي فلات 20، فلات 20 وسي 30، اموري تمام. طيب شو هاي كولوم ستيف؟ راح تقول لي، راح اقول لك كولوم ستيف، مش قلت لك انا البيم عندي، مش انا البيم هذا عندي مرسوم هون. طيب وهذا نقطة مش راح يحس فيه، راح تقول لي بقول لك هاي كولوم ستيف عشان البيم يحس بالعمود، هاي كولوم ستيف عشان البيم يحس بالعمود، يعني هيك عشان هيك هو كأنه لمس البيم، لمس العمود، هذا اكسترود فيو له. تمام تمام هيك انا عملت هاي. لو انك انت عامل احمال تكبس كبس يمين بتلاقي عليها لودز وتلاقي عليها كله تمام. ديفاين بيم بروبرتيز، هاي الهيدن بيم 500، الكفر 20، احنا حطينا 40. هذا السنترويد لانه هناك كان كلير كفر، فهاي السنترويد. حديد 420 280. اوكي بعدين الكولوم بروبرتيز، طلع الكولوم قديش كولوم عندك، كل عمود سماه عمل له سكشن لحال. فانت شو بتعمل؟ انكلود اوتوماتيك زون، انكلود اوتوماتيك لكلهم كلياتهم، ان شاء الله عندك مليار عمود وهكذا. بعدين شو بتعمل؟ تكون معرف انت، تكون اصلا عامل اساين كل شيء. وولز برضو، الوولز كل خط بيعتبره عمود، بيعتبره حيط نفس الطريقة. اوتوماتيك زون بس تخلص، خلص سيف، هاي سيف. مثلا هذا يوتيوب تيست برضو سيف، تعمل بتعمل رن مثلا، تعمل الاشياء اللي تعلمناها على السيف المره الماضيه. احنا ما عندنا كومبينيشن وما عندنا شيء، انا مش حاط احمال، بس اللي بدي اوصل لك اياها انه انت اذا بدك تصمم على السيف، هيك انت بتصمم على السيف. انت الموديل مرسوم جاهز معك، بضل عليك تحط الاحمال اذا انت مش حاط من التابس، بضل عليك انك تعمل تسليح، بضل عليك اللود كيسز وهكذا. لاحظ هاي مومنت ديجرام، لاحظ نفس الشيء هون على قيمة كانت هون، هاي من الديت لود، هاي من اللايف لود، وانا مش حاط لايف لود عشان هيك. فهاي الفكرة، هاي الفكرة ما فيها، هاي الديفليكشن تسليح لو بدي اسلح، انا مش حاط ديزاين ستريب مثلا. بانشنج شير من الديد، انا مش حاط احمال. بس وصلتكو الفكرة وصلت، واللي هي انه اذا انا بدي ارسم من الايتابس بنفع، ترسم من السيف وتصمم طابق بنفع، بس انك ترسم من الايتابس وتودع السيف بطريقة افضل. ايش انه انت خلص ترسم، شفت كيف رسمت ثلاث طوابق مع بعض بصممهم الثلاث، بتودي كل واحد لحال. بس شكرا، ان شاء الله انتهى الفيديو. ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون يعني شوية اشياء زيادة بالايتابس يعني اضافية، عشان نبلش بعدها بتصميم الكروم ان شاء الله. يعطيكم الف عافية.